قراءة في أهم الأحداث الجهوية والوطنية والعالمية مع عبسلام شقير كل يوم جمعة من 10:30 نهار في إكسيد فيتيس. إكسيد فيتيس. من غير وداع اليوم عودنا ودعنا زعيم خالد الحبيب بورقيبة في ذكرى وفاته 6 أفريل. معنا في البلاتو السيدة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر. مرحبا مدام، شرف كبير لينا وسعداء جدا باستقبالك اليوم في المستير وفي بلاتو ريبات اف ام. مرحبا. عايشك. مرحبا بيك وبكل مستمعي ريبات اف ام. يعيشك. تعرف مدام عبير، للتاريخ في 2 مارس 2011 كنت من أول من كتب مقالا مساندة للأستاذ عبير موسي وما وقع لها في المحكمة وكالفضيحة اللي عملوها بعض المحامين للأسف وبعض رجال القانون اللي صار لها في المحكمة. باهي وكيف كيف مدام عبير نحيي فيك على طول، وانت تعرف الثبات على المبدأ اللي هو ولا قيمة نادرة وقيمة مفقودة في تونس للأسف. إذاك علاش عبير موسي الإنسانة المحامية اللي مشيت في 2 مارس تدافع على الآخر رمق، معناها تدافع على تاريخ حزب عمره 60 عام تقريبا، معناها 77 وقتها من المؤتمر 34 يعني عام 2011 2 مارس 2011 وقتها الذكرى 77 لمؤتمر قصر هذيك. وقتها الناس ماهيش فايقة، واحنا واضح ان هي مؤامرة. العام فيه 365 يوم نحلوا حزب عمره 60 عام، يوم 2 مارس يوم بعثه يوم انشائه، معناها كانت الرسالة واضحة من الاطراف اللي جاتنا هذه اللي عندها اجندة اجنبية ولا قاعدة لتو تمارس فيها في تونس للأسف الشديد. مدام عبير اليوم حضرت في ضريح زعيم راحل الحبيب بورقيبة وشفت الحضور، على الاقل شفت الحضور متاع الناس اللي كانوا حاضرين. كان فما عنصر حضرت؟ انا ما حضرتش. باهي. عندك انا عندي من بعد معناها 3:30 باش يجتمعوا المناضلين ومناضلات الحزب الدستوري الحر وباش نمشيو نقراو الفاتحه على روح الزعيم الحبيب بورقيبه. وهذا موقف منا هو طبعا السلطه، احنا الناس الكل تعرف اللي معناها السلطه ليست لها علاقه بنا وما يتمش دعوتنا في المناسبات معناها الرسميه الكل في ذكريات الوطنيه الكل الحزب الدستوري الحر مقصى، رغم انه في المناسبه هذه معناها نفتح قوس انه وقت اللي اعلمنا السيد الوالي بالنشاط نتاعنا اللي ينطلق العشرة نتاع الصباح لتدشين مقر الجامعه الدستوريه بالمنستير ودائره المنستير المدينه، وباش نعملوا جوله في المدينه ومن بعد يعني بعد اللقاء هذايا الاعلامي باش نمشيو العشيه نقراو الفاتحه. السيد الوالي قال لي كان تحب ابعث لنا نمر بطاقه تعريفك وزوز معاك توا نبعثوا لك دعوات. مش هذايا معناها المقصود، ومش هكا تصير الدعوات، ومش هكا احنا معناها كحزب يقع التعامل معنا. وبالتالي احنا بطبيعتنا قلنا هذه المنظومه احنا رافضين التوافق اللي فيها، رافضين النفاق اللي فيها، رافضين انها معناها مبنيه على توافق ضد الطبيعه. وبالتالي الحزب الدستوري الحر دائما في الذكريات الوطنيه يحيي هذه الذكريات من منظوره هو كوارث شرعي للحركه الدستوريه. ولهنا نحب نقول لك حاجه عبد السلام، انه انا في السنوات الفارته يقولوا لي شبيك ما تجيش، بخلاف عمناول طبعا لانه عمناول الحزب الدستوري الحر ايضا موجود، لكن قبل المؤتمر نتاع 13 أوت 2016 اللي انطلقت فيه المرحله الجديده من الحزب الدستوري اللي هي تمثل حقيقه امتداد للحزب الدستوري معناها بكل مراحله، يقولوا لي شبيك ما تجيش معانا في 6 افريش وما تجيش معانا في 2 مارس، نقول لهم انا اخجل من روح الزعيم الحبيب بورقيبه اللي يقف قدام الضريح والا ندخل درع عيد والحزب الدستوري اندثر. والحزب الدستوري الناس الكل تعرف انه تحل في قضيه فضيحه، الناس الكل تعرف انه تم يعني اجتثاثه من الساحه السياسيه، والناس الكل تعرف انه للاسف الشديد بعض قياداته وبعض منخرطيه اللي معناها اليوم انضموا لاحزاب اخرى ماهيش دستوريه وتحب اليوم تدعي انها دستوريه. قلت لهم انهارت اللي يرجع حزب الزعيم ويرجع الحزب الدستوري اللي هو من نظامه الأساسي إلى مؤتمره إلى هيكله إلى تاريخه إلى برنامجه إلى رؤيته، كيف يرجع موجود في الساحة السياسية نجي، وكيف نقرأ الفاتحة على روح الزعيم نحس رواحنا حفظنا الأمانة ووصلنا الرسالة وهذا شعار حزبنا. يعني احنا عملنا والجينا
يعني احتفلنا بهذه الذكرى وقرينا الفاتحة على روح الزعيم كحزب دستوري حر. السنه ان شاء الله باش يكون الحضور احسن من عام ناوي لانه الحزب والحمد لله بصدد التقدم وبصدد جمع يعني مزيد من الدستوريين ومن التونسيين البورقيبيين اللي مؤمنين بفكر بورقيبه وبالفكر الحديثي المدني التونسي. اليوم ان شاء الله كي باش نمشي ونقراو الفاتحة على روح الزعيم باش نقولوا له رانا فاتين ورانا صامدين ورانا لم نسمح ولن نسمح باندثار الحزب الدستوري من البلاد ولن نسمح بأن يقع التفريط في تاريخ وفي موروث هذا الحزب وتاريخ وموروث البلاد هذية إلى خصوم بورقيبة اللي هو حذر قبل الناس الكل من مخاطرهم واللي هو قال بيننا وبينهم 14 قرن. اليوم احنا رافضين التحالف مع الخوانجية وقلناها صراحة وهذيك علاش لا نحبوا نحضروا في مواكب وحتى كي تم إقصائنا شرف لنا وإحنا ضد هذه المنظومة. وكان تعرفوا الناس الكل طبعا ونزيد نقول لكم أنه الحزب الدستوري الحر أعد مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يؤسس للجمهورية الثالثة وإن شاء الله يرجع هيبة الدولة وإن شاء الله يصحح المسار الخاطئ. به مدام عبير نخرج من الإطار هذا ونحكيه على الرسالة الرمزية اللي بعث بها الشعب التونسي بحضور المكثف اليوم في ضريح أمام ضريح الزعيم الراحل حبيب بورقيبة وفي ساحة الفنون. دونك فما عنصر شبابي كان حاضر بكثرة ومن مختلف جهات الجمهورية مش من المناسير فقط، هذه نقطة مهمة جدا. عنصر المرأة كانت متواجدة بشكل كبير وهذا سي رولاتيف معناها هذا معروف. تشوفش انه الشعب التونسي قاعد يبعث برساله الى مثلا اشباه الحقوقيين اللي قاعدين توا الميسيون تاعهم هي تمس الحقيقه وتمس تاريخ تونس وتمس انجازات الزعيم الراحل حبيب بورقيبة وثله من المناضلين ومناضلي الحركه الدستوريه اللي بناوا البلاد هذه، ولا هي قاعده ما نحكيو على مدام سهام بن سدرين بار اكزامبل اللي هي المهمه الوحيده نتاعها والتاش الوحيده نتاعها كل ما يقرب تقرب ذاكره وطنيه او تذكرنا بالزعيم الحبيب بورقيبة او حاجه تخرج تعمل الهلال وهذايا وتشوه صورة الزعيم وتحاول انها تكره التوانسه وتزيد تغذي هيك النعرات الجهويه ونعرات الفتنه ما بين التوانسه اللي بورقيبة حبهم يد واحده، لانه يعني بورقيبة خدم على على الوحده الوطنيه وعلى ليدونتيتي تونيزيان وقال لنا رانا نحبكم يد واحده. تشوفش انها رساله قويه هذه الاشباه الحقوقيين هذوما والاشباه السياسيين اللي يدعيوا لنفس الشيء اللي تدعي له السيده سهام بن سدرين. اكيد عبد السلام يحب لهنا نذكر انه في 2 مارس 2011 وقت قضيه حل التجمع وقت اللي قالوا طبعا في اطار المغالطه وتحريف التاريخ قالوا ان هذا الحزب هو لقيط وما عندوش علاقه بالحزب الدستوري في حين الناس الكل تعرف انه مرحله جديده بكل باخطائه والا بانجازاته هو مرحله من مراحل الحزب الدستوري. وقتها انا نتذكر قلت راهو الهدف من حل الحزب ليه على خاطر مجرم كيف ما قال السيد وزير الداخلية اللي قام بالدعوة، ليه هو على خاطر أضر بالمواطنين، ليه حتى شيء. هذيك أول خطوة هما عملوها في إطار تحريف تاريخ تونس وفي إطار تمس تاريخ تونس. ونحب نقول حاجة ربما ما يعرفوهاش المواطنين أما قلتها في برشا منابر ونعودها اليوم، أنه في القضية نفسها أرادوا أن يلصقوا بالدستوريين وبالزعيم بورقيبة وبتاريخ حزبه أنه حزب إرهاب وحزب عنف، وألصقوا به تهمة بأنه 300 مواطن تونسي اللي لليوم ما نعرفوش شكون قتلهم بعد مغادرة بن علي في 14 جانفي في بعد ما غادر تونس، فما قرابة 300 تم قتلهم لليوم ما نعرفوش شكون قتلهم. هما في القضية هذيك حبوا يقولوا أنه الساترة هما اللي مارسوا سياسة الأرض المحروقة وهما قتلوهم. حبوا يشوهوا ويلطخوا صورة الحزب وصورة الزعيم بورقيبة لأنه نحبه ولا نكره هو مؤسس الحزب، حبوا يلطخوه بالدم. وذي الأول خطوة حبوا يعملوها والحمد لله لم ينجحوا فيها لأنه المحكمة استجابت للطلب وقتها في المرافعة اللي قمت بها وقالت أنه لئن شهدت البلاد أحداث عنف وقتل إلا أنه لا يمكن نسبتها للتجمع وللتساترة، وتم تبرئة الساترة والحزب الدستوري من هذه التهمة الخطيرة. اليوم الناس هذوما يواصلوا نفس المشوار، وكان تتذكروا ايامات الترويكا ما فماش احتفال بعيد الاستقلال، ايامات الترويكا ما نحتفلوش بعيد جمهوريه، ما نحتفلوا بحتى مناسبه وطنيه اللي هي توحيد الى تاريخ ومعناها نضالات الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه زعماء الحركه الوطنيه. واليوم سهام بن سدرين وهي في هذه الأزمة اللي تعيش فيها اليوم وترى أن الرأي العام رافضها والرأي العام فهم الأجندة اللي هي تخدم فيها تستنجد بهم
بطريقة غير مباشرة وتتبنى الفكرة اللي هما قالوها إنه تونس مش مستقلة وإنه يشكك في وثيقة الاستقلال ويشكوا في وطنية الزعيم بورقيبة ويحبوا يصوروه وكأنه هو معناها يخدم ضد مصالح البلاد. هذه أجندة خدموا عليها من 2011 لليوم ويواصلوا يخدموا عليها وأحنا نددنا به الشيء هذا واستشرفناه قبل ما يفيقوا به هما اليوم لأنه على امتداد السنوات السابقة تذكروا أنه الحزب الدستوري الحر هو الحزب الوحيد اللي قام بقضية ضد هيئة بن سدرين وقال لها أنك أنت تخدم بتركيبة غير قانونية وطلب إبطال كل قراراتها وكل أعمالها. والحزب الدستوري الحر عمل وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة وقال لها لن نقبل بتحريف تاريخ تونس ولن نقبل بتشويه الزعيم بورقيبة ولن نقبل بالأجندة القذرة اللي قاعدين يقوموا بها. وكيف كيف احنا اقترحنا مشروع تنقيح لقانون العدالة الانتقالية باش يولي قانون متلائم مع أبجديات حقوق الإنسان. في الوقت هذاك للأسف الشديد ما فماش سياسيين ساندونا، ما فماش أحزاب ساندونا، ما فماش حتى ساترة معناها مهيكلين في بلاصة أخرى ساندونا، والتوانسة ربما الرأي العام رينيه تعاطف معنا، واليوم الناس الكل قاعدة ترى في النتيجة. اليوم أنا نحب نجدد التنديد والاستنكار لكل ما قامت وتقوم به هذه الهيئة اللي احنا قلنا أنها هيئة مشبوهة وهيئة لها حقد وعلى تاريخ تونس وعلى الزعيم بورقيبة وعلى الدساترة، وأنه جات في إطار تصفيه حسابات مع تاريخ تونس وتحب تشوه التاريخ وتحب تبيض طرف سياسي آخر، لأنه قانونهم بتاع العدالة الانتقالية يشمل إلى حد 2013. ما شفناهاش حكيت لنا على الرش، وحتى حكيت على الرش حكيت في إطار أنها تبرأ القيادات بتاع الترويكا، ما شفناهاش حكيت على المفارق وعلى الحارس بتاع باب سويقة اللي تحرق واللي مات، ما حكيتش على مقرات لجنة التنسيق اللي تم حرقها، ما حكيتش على الإمام بتاع الكرم اللي تم ذبحه، ما حكيتش عن سيل يتشوهوا بالماء الحارق، وما حكيتش على تاريخ الإخوان المظلم وارتباطاتهم بالعنف. يعني لهنا هذه الهيئة تكيل بمكيالين، جاية باش تشوه تاريخ تونس وتشكك في استقلالها وتضرب تاريخ الدساترة وصورة ورمزية بورقيبة وتبيض لنا الإخوانجية اللي الناس الكل تعرف تاريخهم وتعرف شنو عملوا وقت اللي خذوا الحكم وقت الترويكا وشنو مخططهم اليوم اللي بدلوا فيه التكسيك لكن مشروعهم يقعد هو نفسه. اليوم بالحضور اللي قلت لي عليه وان شاء الله تعاونوا نشوفوهم بعد، وبالحضور اللي باش يسجلوه ان شاء الله مناضلي ومناضلات الحزب الدستوري الحر في العشيه باش تزيد الرساله توصل للناس اللي ما حبوش يستوعبوا الدرس انه تونس بورقيبيه وانه تونس حدثيه وانه تونس مدنيه وانه تونس دوله حره مستقله ذات سياده، احب من حب وكره من كره وستبقى كذلك، احنا باش نكنسوا اذيال المستعمر اللي جينا بطريقة جديدة عن طريق مثل هؤلاء البيادة. ونحب نغتنم الفرصة اليوم من مدينة المنستير المناضلة ومن هذا يعني اليوم التاريخي باش نزيد نندد باللي قام به أحد الثورجيين وأحد أعضاء لجنة ما يسمى بحماية الثورة. أنا ما نقولش اسمه وما نشرفش باش نقول اسمه، الشيء اللي قاله قدام هيئة الحقيقة والكرامة والسب والقذف والشتم اللي ينال شخص الزعيم بورقيبة وشخص الدساترة، أنا لهنا نعود نوجه لهم رسالة كيفاش ترضى وتحطوا يديكم مع ناس متحالفين مع اللي يقولوا عليكم يا دستوري يا عميل يا حقير يا كذا، وشفتوا أنواع السب والشتم، فيقوا على رويحكم وخلينا نمنعوا البلاد والتفوا حولنا. اليوم التوانسة قاعدين يلتفوا حول الحزب الدستوري الحر وحول هذه الأفكار الوطنية اللي نحملوها. اليوم احنا صدرنا بيان، يعني عنا نهارين صدرنا بيان وطالبنا السلطة القائمة بتحمل مسؤولياتها، ونوجه اليوم الرسالة للبيجي قائد السبسي رئيس الجمهورية الحالي واللي هو دستوري وواكب وعاصر الزعيم بورقيبة، أنه السلطة مطالبة بحفظ الموروث الفكري والسياسي التونسي للزعيم الحبيب بورقيبة ومطالبة بحماية رمز لحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية وتحرير البلاد. هذه جزء من موروثنا وجزء من تراثنا وجزء من حضارتنا وجزء من تاريخنا، مطالبة السلطة أنها تحميه وتمنع انتهاكه. وأيضا في بياننا قلنا أنه نوجه دعوة للنيابة العمومية لكي تتحرك ضد السيد هذية اللي كالة كل هذه الأنواع من الشتائم لزعيم بورقيبة والدساترة، واللي خطابه فيه حقد وفيه عنف وفيه فتنة وفيه تقسيم للشعب التونسي وفيه عودة إلى مربع العنف اللي ريناها أيامات الترويكا. اليوم إذا كان الحركة اللي موجودة في مجلس النواب اختارت التخصص في المناورة والمغالطات للشعب التونسي والتظاهر بأنها مدنية وسيبت لنا أذرعها
في الشارع عن طريق هاللجان هذية وعن طريق المجتمع المدني وعن طريق اتحاد القرضاوي وعن طريق هيئة بن سدرين. نحن نرفض ذلك وندعو النيابة العمومية للتحرك وتتبع المعتدي وإيقاف نزيف العنف اللي ربما هما قاعدين يجهزوله لأنهم عرفوا أنه المواطن التونسي بورقيبي وما يحبش أنه تتمس رموز الحركة الوطنية وما يحبش أنه يقع التشكيك في استقلال تونس. هو نشوفه أنه التصريح متاع السيد هذه الرابطات حماية الثورة لهما أصدقاء السيدة سهام بن سدرين بالطبع، وشفنا مقاطع فيديو اللي هي في الاجتماعات متاعهم حاضرة بقلبها بربها معناها ومتفاعلة معاهم وحاسة وتحكي على العدالة الانتقالية وتحكي على الكيد على بنات الدولة الحديثة. وما هو قالته ماهيش تخبي فيه دايور، هي بوها كان قاضي معزول أيام بورقيبة، دونك كيفاش نعطيه العدالة الانتقالية في شخص يشوف في روحه هو ضحية لنظام معين، هو خصم وحكم في نفس الوقت اللي قلناها بالضبط. باهي لهنا الرسالة كانت واضحة لسهام بن سدرين، وعلى على رأي العديد متوانسة يقولوا انها ما كلت انتر بارونتيز كلت كف في الحرب نتاعها هذه على زعيم الحبيب بورقيبة وتشويه زعيم الحبيب بورقيبة. يطلع توا ريكوبا الصديق المقرب للسيدة سهام بن سدرين هو ولجان حماية الثورة وأعضائها عماد دغيش وغيرهم مترفعوا حتى على ذكر أسمائهم، يكمل يواصل السيناريو ويعمل خطاب مهين ومشين للزعيم الحبيب بورقيبة. توانسة ردوا عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، شفت آلاف التعليقات اللي اتكوه بعنيها بشكل ولتسيطرة وللحزب الدستوري كان شفته هو التدخل متاعه كان في إطار قالهم إيجا نحكي لكم حكاية، بدأ من الحزب الدستوري من الأول بالكل ومن بعد قال على الاشتراك الدستوري قال على التجمع قال وصل معناها تاريخ الحزب زعيم الحزب والأفكار متاع الزعيم هذية ومتاع الحزب هذية وجاءوا اليوم للسب وشتم هذا. يعني لهنا خطير وخطير جدا. دعوة للنيابة العمومية أنها تفتح تحقيق في الشيء هذية، ودعوة لكل كما قلت مدام عبير لكل الدستوريين ومش حتى كان دستوريين، الوطنيين الوسطيين المعتدلين طبعاً. اللي يحبوا دولة الحرية ودولة الحداثة اللي أسسها نظام الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إنهم يتحركوا، وإنه هالأنتر بارونتيز هالحثالات هذية ما عادش نعاودوا نسمعوا أصواتها بالكلام هذية وبهالمنطقة هذية وبهالحقد هذا وبهالكره هذا على الدولة وعلى مؤسسات الدولة. في الحقائق انت شفت عبد السلام انه المؤرخين وفما 60 مؤرخ خرجوا بيان وفما المؤرخ خالد عبيد وفما مؤرخين تكلموا وقالوا اولا الساعه حكيت الحصول على الوثائق وطريقه الحصول على الوثائق والاموال المنفقه وكش الشبهات هذيك انت عاملها، لكن قالوا ان الوثائق التاريخيه يعرفوا يقراوها المؤرخين وراهي موجوده في المعهد معناها العالي لتاريخ الحركه الوطنيه. ما نستحقوش باش تجي هي اليوم تحسب روحها كاين جابت لنا معناها حاجه ياسر حاجه ياسر معناها غريبه، والناس الكل حتى اللي ماهوش خبير في القانون يعرف انه اتفاقيه الاستقلال الغت ما قبلها وقالت اللي اي بنود في اتفاقيه 3 جوان 55 تتعارض مع وضع تونس كدوله مستقله راهو يقع الغائها. وشفنا تونس وقت اللي اخذت استقلالها كيفاش تونست المؤسسات وتونست الامن والجيش وعملت الجلاء معناها العسكري معناها في بنزرت وعملت الجلاء الزراعي وبدات تاخذ شيئا فشيئا وعملت البنك المركزي وعملت العمله. يعني تونس مشيت في إطار إنها تتصرف كدولة حرة مستقلة ذات سيادة. واليوم دستورهم اللي يحكيوا عليه متاع 2014 هو نفسه ورغما عنهم احتفظ بالفصل الأول من دستور 59 واللي هو يقول أنه تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وبالتالي كلامها هي يجي حتى ضد منطوق الدستور اللي هما اليوم قالوا لنا أنه أحسن دستور في العالم. معناها لهنا إذا كان يصير هذا الكل على مرأة ومسمع من السلطة ومن القضاء وهذا يقع معناها التساهل فيه والتخاذل فيه، رانا باش نشرعوا إلى ضرب مفهوم الدولة التونسية. خاطر اليوم هما شو يحبوا يقولوا ما استقلتش تونس، شو معناها؟ هما ساعة آخر ناس يحكيوا أنه على الاستقلال لأنه جات بهم منظومة من الخارج ولأنهم نضالاتهم الكل ضد النظام السابق واللي قبله نظام معناها نضالات مأجورة بالميل الأجنبي بالضبط. ولليوم التمويل الأجنبي مول في أحزاب ونعرفوه وطلبنا فتح الملفات هذي ما تحلتش. إذن ماهوش قلبهم على التوانسة ومش قلبهم على تونس استقلت ولا ومش قلبهم على ثروات الطبيعية، هما قلبهم على الأجندة نتاعهم اللي أفشلوها التوانسة لأنه التوانسة من الأول تم دمغجتهم في 2011 وتوسموا خير في الناس هذو متصوروهم أنهم ينجموا يبدلوا الوضع في البلاد وينجموا يقطعوا مع كل ما هو سلبي في البلاد، لكن تبين للتوانسة اليوم بالأرقام وبالمؤشرات وبنمط العيش اللي نعيشوا فيه أنه الناس هذو ما عندهم أجندة معينة وعندهم هدف بعيد كل البعد على مصلحة الشعب التونسي بالضبط، ومش أصدقاء بول بريمر وأصدقاء العملاء متاع الخارج والمحتلين باش يعطونا درس في الاستقلال وفي الوطنية وفي تاريخ تونس. الرسالة واضحة مدام عبير،
حب نسألك باش نختموا بنظرة تفاؤلية شوية لأنه اللي قاعدين نشوفوا فيه في تونس مؤخرا يبعث على التشاؤم للأسف الشديد ويوجع القلب. كان نختموا بنظرة تفاؤلية كما قلت لك مدام عبير، شنو متوقع مستقبل تونس؟ شنو متوقع مستقبل بتبع مستقبل الحزب الدستوري الحر؟ نشوفوا في تقدم واضح في الجهات الكل وانخراطات عديدة ودي سامباتيزون وناس كلها، وهذا ربما يرجع له، خليني نقولها بصراحة مدام عبير، لمواقفك أنت معناها شخصيا بشكل كبير، معناها أبار المبادئ الحزب الدستوري الحر واسمه وتاريخه اكسترا، مواقفك أنت وخطاباتك أنت وظهورك أنت اللي كان مميز، ولا كان عندك على عكس عديد السياسيين الثبات على المبدأ. يعني نقول عبير موسي من 2011 كي نسمعها في 2011 نسمعها تو في 2018 ما نشوفش فما ديفياسيون حتى ب 0.1%، معناها نشوف نفس الفكر نفس الخطاب نفس المبدأ، وهذا كما قلت لك معناها تشكرين عليه. احنا كم نحن في حاجة لمثل هؤلاء السياسيين اللي هما ولو نادرين في تونس. سعدت جدا بهذا اللقاء الإعلامي اليوم مدام عبير، وكما قلت لك نحبوا نختموا طبعا اللي نحب نقوله انا واللي هو يبعث الامل هو انه التوانسه، لانه الحزب الدستوري الحر صحيح هو يحمل تاريخ الحزب الدستوري وتسيطره، لكن الحزب الدستوري عموما هو حزب التوانسه، يعني هو مفتوح لكل التوانسه اللي غيروا على تونس واللي فهموا اليوم الرهانات وفهموا الانجو وفهموا الاجنده نتاع مختلف السياسيين اللي موجودين على الساحه. الامل وين نراه؟ نراه وقت اللي يصير فما تفاعل مع هالثبات اللي قلت تحكي عليه انت، ومع الصمود هذية، ومع انه احنا يعني مخيين خط وطني واضح، واليوم المعركة واضحة الوطني ولا وطني، اليوم المعركة تتجاوز حتى انه دستوري ومش دستوري، اليوم وطني ضد لا وطني، منظومة وطنية يلزمها ترجع ويتعادلها الاعتبار، ومنظومة لا وطنية جات باش تدوس البلاد. اليوم المعركة ما بين الدولة المستقلة ذات السيادة وما بين الناس اللي جاية باش تضرب أسس الدولة المستقلة. اللي يبعث على الأمل هو أنه التوانسة متفاعلين مع الناس اللي تدعو إلى إعادة المنظومة الوطنية وهيبة الدولة وهيبة تونس وصورة تونس ومؤسساتها. وهذا التفاعل اللي نلبسه فيه عند المواطن البسيط، وأنا كنت توا قبل ما نجي عمل جولة في المدينة بتاع المنستير، وجاءوا الناس بكل عفوية والناس فاهمين، اللي توا يبعث الأمل أنه الناس فاهمين، يقول لك احنا توا نراو الأمل في هذا المشروع الوطني اللي تدخلوا فيه، احنا رانا ماشيين في هذا التوجه، راوها فما غمة على قلوبنا نحبوها تتنحى. إذا مادام التونسي مازلت عنده يعني هذه الغيرة على المنظومة الوطنية وعلى سيادة تونس وعلى صورة تونس وعلى رمز بورقيبة بما يحمله معناها من منجزات ومن رمزية ومن حقوق ومن معناها صورة لامعة للمرأة وللمجتمع التونسي، هذا يعطينا احنا دفع اكبر انه كل الوطنيين اليوم يلتفوا ونوجهوا نداء من هذا المنبر، راهو الحزب الدستوري الحر ليس منغلق، الحزب الدستوري الحر يرفض التعامل مع العملاء ومن جاءت بهم منظومة الرابع العربي، ويرفض التعامل مع الإخوان، لكنه يمد يده ويتعامل مع كل القوى المدنية الحية اللي هي تحب تونس ومصلحة تونس. اليوم الأمل قائم إن شاء الله، اللي راهو إذا كان فما إرادة تتوفر من الشعب التونسي انه كيف يتوجه للصناديق في المحطات الجايه يعرف يختار الناس اللي هي ستجسم المشروع الوطني، راهو الحلول الاقتصاديه والحلول الاجتماعيه جي. وتحسين الاوضاع راهي تجي، لانه تونس نعرفوا اللي هي ولاده ونعرفوا اللي فيها كفاءات وطنيه كبيره، مش بالضروره تكون متحسبه لكنها موجوده واليوم ماده يدها باش تخدم البلاد. المشكل اللي راه فيه اليوم انه المنظومه السياسيه وما فماش اراده سياسيه باش نحطوا الناس المناسبين في المكان المناسب، وقاعدة طاغية المحاصرة الحزبية والولاءات والصفقات والتوافقات ضد الطبيعة. إذا نتخلصوا من هذه المنظومة السياسية ونحطوا منظومة سياسية يكون فيها الفكرة الأساسية هي الدولة، والفكرة الأساسية هي السلطة التنفيذية القوية والعادلة اللي هي باش تخدم المواطن والمواطنين، الخيارات الاقتصادية ستتحسن والخيارات الاجتماعية ستتحسن، والمواطن التونسي يعرف انه يلزم يضحي، لكن وقتها توريه اخر النفق، وقتها توريه اللي انت تابلو دبوغ متاعك واضح قدامه يضحي مع بلاده. وتونس مرت بأزمات في السابق وتجاوزتها، واليوم ان شاء الله زادة الأزمة هذه ستتجاوزها، واحنا في الحزب الدستوري الحر لن ندخر جهدا رغم العراقيل والضغوطات والتعتيم وبرشا حاجات قاعدين نعيشوا فيها، سنصمد وسنثبت، والملجأ متاعنا هو الشعب التونسي والملاذ متاعنا هو المواطن التونسي. إن شاء الله يعطيك الصحة مدام عبير، نورتنا اليوم في استوديو ريبات أفام ونورتنا في المستير، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة
وإن شاء الله بالتوفيق في المحطات السياسية القادمة. نخرج بفاصل. قراءة في أهم الأحداث الجهوية والوطنية والعالمية مع عبسلام شقير كل يوم جمعة من 10:30 نهار في إكسيد ميتس. Et fixé de vitesse.